نشر الممثل المعتزل هاشم بسطاوي ستوري على الانستغرام كينتقد فيه المحتفلين بجلود، وقال اللي راجل ديال بصح والله ما يرضى يدير عكار ولا بيروك ولصقها في التراث من غير الا كنتي صوفيا طالوني. وهذه ماشي اول مره يعلق على هذا الاحتفال، بل العام اللي فات ايضا دخل على الخط واكد على ان الامازيغ بارئين من هذا التخربيق، وباللي بركه علينا مقاتلين غير مع الشيخات والتبرج، ما نزيدوش الرجال نتقاتلوا معاهم بمسمى التراث على حسب قول بوجلود ولا بالماول. ماشي شي حاجه جديده، هو كرنفال امازيغي كيتقام سنويا بمناسبه عيد الاضحى وبالضبط في منطقه سوس. كيتنكروا فيه الرجال بطانات ديال المعيز وكيهزوا في يديهم الكرعين او ما يسمى بتفن زيت، وكيبداو يتجولوا في ارجاء المدينه وكيضربوا الناس بتفن زيت بغرض المرح واللعب والترفيه وجمع النقود. وفي السنوات الاخيره ولاو كيزينوا وجوههم مسحوقات تجميل، كيلبسوا البيروك ويصبغوا ظفارهم. هي عاده قد ما هي غريبه قد ما هي مثيره للاهتمام، بحيث ان البعض كيعتبرها هالوين المغرب، الا انها مثيره ايضا للجدل، حيث كل عام منين كيتقام هذا الكرنفال الناس كينقسموا لفئتين. فئه اللي كتعجبها هذه الاجواء كتستمتع بها كتعتبرها من التقاليد وكتسنى غير امتى توصل، وبعض الناس من هذه الفئه كيقولوا باللي العيد الكبير بلا بوجلود ما عيد مواد. وفي اخرى بحال الممثل هاشم بسطاوي كينتقدوا هذه العاده الغريبه وكيقولوا بانها فقط كدير الضجه والفوضى وكتكثر في ديك الفتره الشجارات والكريساج والتحرش، بل وكيتحضر تجول ايضا، حيت الا ما عطيتيش الفلوس لبوجلود كيضربك بتفن زيت. والبعض من هذه الفئه كيدعي بان هذا الكرنفال كيشجع على المثليه، حيت كيولي عادي نشوفوا راجل داير الماكياج ومركبش الشعر والضفار. وصلوا كاع للمطالبه مقاطعه هذه الظاهره. كل عام كتعاود نفس الهضره، الناس كيدافعوا على بوجلود وباغينو يبقى، وناس كينتقدوه كيقاطعوه وكيطالبوا بالالغاء ديالو. فشكون غيربح في هذا الصراع يا ترى؟ واش بوجلود غادي يبقى في السنوات القادمه كجزء لا يتجزا من التراث المغربي، او غادي يتلغى ويتنسى بحال عمره ما كان؟